السلام عليكم. اليوم نروح الى ولايه وهران لنقف على الاشغال نتاع التوسعه نتاع ميناء ارزيو اللي تتضمن اضافه لمرفا نتاع حاويات ان تيرمينال دو كونتينر اذا الى ميناء ارزيو اللي كنا نعرف انه ميناء ارزيو هو مخصص في المحروقات والان سوف ينضاف الى ميناء توسعة زوج توسعات. التوسعة الأولى هي كما قلنا مرفأ للحاويات وفي توسعة أخرى كذلك لتصدير الحديد والصلب. إذن فيه إذن ثلاثة مهام لميناء أرزيو اللي هي تصدير الحديد والصلب وتصدير المحروقات وكذلك تصدير واستيراد الحاويات نتاع البضائع. اذا في هذا الاطار فيها عمليه كبيره لتوسعه ميناء ارزيو وخاصه بعد ما تم ربط الميناء هذا بالشبكه نتاع الوطنيه للسكك الحديديه عبر خط بالطيوه حاسي مفسوخ. اذا خليكم تابعوا الفيديو حول هذا المشروع الضخم اللي سوف اكيد يجعل من المنطقه منصة هامة الاقتصاد الوطني. إذن نترككم تتابعون والسلام عليكم. Good night.